دي فوائد يا صديقي وفضائل لصلاة الفجر انت كنت محتاج تسمعها علشان تمهد نفسك للي جاي بعد كده، الخطة اللي هتخليك بإذن الله تحافظ على صلاة الفجر. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ثانية واحدة. اوبا، خلونا نتفق كده ان شاء الله ان كل يوم اتنين هيبقى فيه فيديو على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك واكاونت تيك توك. الفيديو ده هيكون عبارة عن سؤال من المتابعين، الاسئلة اللي هتبقى على الكومنتات في كل الاماكن اللي احنا قلناها دي، فيسبوك يوتيوب وتيك توك. هناخد السؤال ده ونعمل عليه فيديو ان شاء الله كل يوم اتنين. فلو عندك اي سؤال حابب تستفسر عنه اكتبه تحت في الكومنت، سواء كنت موجود على يوتيوب او تيك توك او فيسبوك، والله المستعان. من اكتر الاسئلة اللي كنت بتسألها كتير جدا الفترة اللي فاتت هو عن صلاة الفجر. ازاي اقدر احافظ على صلاة الفجر؟ ازاي اعود نفسي ان انا مهما حصل اصحى لصلاة الفجر؟ هو فعلا صلاة الفجر بتتأثر بذنوبنا؟ طيب هو انا لو نمت بدري فعلا هصحى؟ طب ده ما بيحصلش معايا ليه؟ بنام بدري وبشغل المنبه وبقول الاذكار بس برضو ما بصحاش لصلاة الفجر. ايه الموضوع وايه القصة حوالين صلاة الفجر دي؟ فكلامنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن صلاة الفجر وازاي نحافظ عليها باذن الله. تنبيه بس بسيط كده يا صديقي قبل ما نبدأ الكلام، الفيديو ده مش عصاية سحرية اول ما تسمعه تاني يوم هتقوم تصلي الفجر. للأسف يؤسفني ان انا صرحك واقولك ان هي بتبقى عبارة عن باكج كده كلها على بعضها، لما تعملها ان شاء الله باذن الله وواحدة واحدة ربنا هيوفقك ان انت تكون من اللي بيحافظوا على صلاة الفجر. في الاول خليني قبل ما اقولك ازاي تحافظ على صلاة الفجر خليني اصدمك بحاجة واقولك الحاجة اللي انت ما تعرفش قيمتها عمرك ما هتتعب علشان تعملها، الدراسة. انت لو ما تعرفش قيمة الدراسة اللي انت بتدرسها هتبقى زي ملايين الناس اللي بيدرسوا بس علشان في الاخر يبقى معاه شهادة يتوظف بيها او يهرب من المجتمع ان هو ما يتقالش عليه فاشل ومش متعلم. واللي بينجحوا في الدراسة واللي بينجحوا في مجالهم العملي اللي فعلا بيعرف قيمة الحاجة اللي بيعملها علشان كده بيتعب قوي علشان يوصل لها. فبداية خلينا نتكلم مع بعض سريعا كده في الاول عن فضل صلاة الفجر. انت لازم تكون عارف ده كويس لان ده اول سبب مخليك مش عارف تحافظ عليها. انت مش عارف قيمتها، مش عارف قيمة صلاة الفجر دي عند ربنا، مش عارف صلاة الفجر دي لما تحافظ عليها هتعمل لك ايه يوم القيامة، مش عارف صلاة الفجر دي في الدنيا لما تحافظ عليها بتنجيك من ايه وبتخليك تبعد ان انت تكون من مجموعة كده من الناس الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حذرونا جدا اننا نكون منهم، وهم المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طول ما انت محافظ عليها مش هتبقى من الناس دي زي ما هنعرف دلوقتي بالدليل. فلازم تعرف قيمة الحاجة اللي انت عايز تعملها علشان تبذل اقصى ما عندك علشان توصل لها. فيلا بينا نعرف مع بعض فضل صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما حبوا. أتقل صلاتين يا صديقي وأتقل صلاتين يا أختي على المنافق هي العشاء والفجر. استحالة تلاقي منافق محافظ على صلاة العشاء والفجر. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بيقول انتوا لو عارفين قد ايه قيمة الصلاتين دول هتروحوهم وتصلوهم وتحافظوا عليهم حتى لو هتسحفوا علشان تروحوا تصلوا الصلاتين دول. ده كمان سيدنا عثمان بن عفان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة. تخيل بس معايا ان انت بس علشان صليت العشاء في المسجد والفجر في المسجد، انت اكنك طول الليل واقف بتقيم، وانت نايم وانت تحت البطانية في الشتاء اللي احنا فيه ده، انت واقف بتقيم الاجر، كل ده اجر انت خدته. استوعبت معايا دلوقتي قدر صلاة الفجر عامل ازاي؟ فانت لما تحافظ على صلاة الفجر، انت مش بس بتحافظ عليها كفرض لوحده، انت بتحافظ عليها وبتاخد معاها حاجات تانية واجر تاني كبير انت ما تعبتش فيه اصلا. وسيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. انا عايزك تتخيل معايا كده ان انت في ذمة ربنا، في حفظ ربنا، في رعاية ربنا سبحانه وتعالى، لا يصيبك مكروه. والله ما هتسأل واحد محافظ على صلاة الفجر إلا ويقولك اليوم بيبقى مبارك من الأول كده، اليوم بيبقى بيفتح النفس، انت بتبقى الساعة 9 كل الناس لسه بتدعك في عينيها زي ما بنقول كده، وبتقول بسم الله نبدأ يومنا، انت بتكون صليت الفجر وقلت أذكارك ولعبت الرياضة اللي انت بتلعبها وقرأت الكتاب اللي انت بتقرأه وقرأت وردك من القرآن وجهزت فطارك وفطرت وجهزت شنطتك ونازل على الشغل، والناس لسه بتقوم من على السرير علشان يبدأوا يومهم. كنت سمعت حد كان جرب التجربة دي، ان هو كل يوم هيقوم يصلي الفجر ويومه يبدأ من صلاة الفجر دي. حرفيا قال كده باللفظ: انا يومي بقى فيه 48 ساعة مش 24 ساعة بس. فمش بس انت لما تحافظ على صلاة الفجر دي ليها اجر ديني او اجر عند ربنا سبحانه وتعالى بس، لا ده ليها اجر نفسي وليها مردود نفسي عليك وعلى يومك وعلى حياتك كلها وعلى شغلك وعلى وقتك وعلى تنظيم حياتك كلها. والله وعلى العكس تماما يا صاحبي، اقسم بالله مفيش حد مش محافظ على صلاة الفجر وتلاقيه بيصحى الصبح نشيط، وتلاقيه صاحي الصبح كده وشه منور، وتلاقيه صاحي الصبح كده نشيط ومقبل على الحياة كده ويلا جاهز ليومه. بالعكس بيبقى قايم كسلان، بيبقى قايم حزنان على عينه، بيبقى قايم ما تعرف في حاجة غلط. والله في حاجة غلط في يومه. أصل انت بص، عارف انت كوباية اللبن لما تبدأها من الأول بشوية تراب، كل اللبن اللي جاي بعد كده هيبقى مش حلو، تمام؟ هو اي نعم في سنة بياض بس مش هيبقى حلو. كذلك والله يومك لو ما بدأش بصلاة الفجر، صدقني انت هتحس بحاجة غلط، مش هتلاقي يومك مظبوط، هتشوف رأي العين كل المشاكل اللي احنا لسه قايلينها دي. سيدنا جرير بن عبد الله بيقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وبص كده صلى الله عليه وسلم للقمر: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ملخص الحديث ده بيقولك ان انت لو عايز يوم القيامة تشوف ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت بتشوف القمر اللي في الدنيا دوت ليلة البدر، مفيش حاجة تقدر تمنعك ان انت تشوف ربنا. حافظ على الصلاة اللي قبل طلوع الشمس والصلاة اللي قبل الغروب، كل دي فوائد وكل دي فضائل انت محتاج تعرفها علشان توصل لهدفك انك تحافظ على صلاة الفجر. بس كده؟ لا لسه مخلصناش. عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الاخير كل ليلة فيقول: من يسألني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى الملك العظيم القدير الجبار الرحمن الرحيم
كل ليلة بينزل للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ويليق بكماله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي في ثلث الليل الأخير، ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل؟ في حد عنده أي مسألة عايز يسألهاني وأنا أديها له؟ طب في حد عنده دعوة تعباه ونفسه تستجاب وأنا أستجيبها له؟ طب في حد الذنوب تعب ظهره محتاج يستغفر عن الذنوب دي وأنا أغفر له الذنوب دي؟ كل يوم وكل ليلة يا صاحبي ده بيحصل. ما بيفوزش بالكلام ده إلا المحافظ على صلاة الفجر، مش بس محافظ عليها، ده محافظ عليها قوي، لأن ده عدى ليفل كمان إن هو يقوم على أذان الفجر. لأ، ده خلاص اتعود إن هو يقوم لصلاة الفجر، ودلوقتي بقى في ليفل أعلى إن هو بقى يقوم قبل الفجر بنص ساعة يتوضأ ويصلي قيام ليل في ثلث الليل الأخير حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فده بيفوز بكل حاجة، يومه بيبقى فيه بركة، دعا واستغفر وسأل وربنا اداله كل اللي هو عايزه وكل حياته كده اللهم بارك زي السكينة في الحلاوة. سيدنا أبو هريرة بيقول في حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. عارف انت لما الوردية بتاعت الملائكة بتاعت بالليل بتسلم ال- 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 الوردية بتاعت الملائكة بتاعت النهار، بيتقابلوا عند قرآن الفجر او بيتقابلوا في صلاة الفجر. وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودة. سيدنا ابو هريرة بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الوقت ده بتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وفي قصة جميلة قوي عن الزهري، ان الحجاج امر سالم بن عبد الله انه يقتل واحد، فسالم بن عبد الله سأل الراجل دوت، قال له: انت صليت الفجر النهاردة؟ الراجل رد عليه وقال له: ايوة انا صليت الفجر والله جماعة النهاردة. فسالم بن عبد الله قال له: انطلق امشي، مش هقتلك، انا مش هاجي جنبك. فالحجاج لما عرف جابه قال له: انت ايه اللي منعك ان انت تقتل الراجل اللي انا قلتلك تقتله؟ فقال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا: حدثني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في جوار الله، فكرهت ان اقتل رجلا قد اجاره الله. فالحجاج يسكت على كده؟ لا، ما سكتش، فراح جاب سيدنا عبد الله بن عمر، ابو سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وقال له: أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال عبد الله بن عمر: نعم. دي فوائد يا صديقي وفضائل لصلاة الفجر انت كنت محتاج تسمعها علشان تمهد نفسك للي جاي بعد كده، الخطة اللي هتخليك بإذن الله تحافظ على صلاة الفجر. بس زي ما قلت لك في الأول، انت كنت لازم تعرف مقدار وحجم الحاجة اللي انت عايز تعملها علشان فعلا تبذل أقصى ما عندك علشان توصل لها. أول حاجة يا صديقي هتعينك علشان تصلي الفجر وتحافظ على صلاة الفجر ان انت تترك الذنوب. مفيش واحد يا صديقي ما بيتوبش من الذنوب إلا وما بيحافظش على صلاة الفجر. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. مفيش واحد مصر على الذنوب كل يوم كل يوم وتلاقيه محافظ على صلاة الفجر. توب كل يوم وكل ليلة قبل ما تنام ادعيله وقوله: يا رب ما تعاقبنيش بذنبي في صلاة الفجر. أي ما سمعتها قبل كده من حد فسألته، أول مرة اسمع حد بيقول الدعاء ده: اللهم لا تعاقبني بذنبي في صلاة الفجر. فقال لي: يا ابني أنا مفيش مرة وقعت في ذنب فيها
إلا وربنا سبحانه وتعالى نيمني عن صلاة الفجر. فدايما بدعي في السجود: اللهم لا تعاقبني في صلاة الفجر بسبب ذنبي أو بسبب ذنوبي. وتأكيدا على الكلام دوت، أحد الصالحين أو التابعين لما قال: إني أرى أثر ذنبي في سلوك دابتي وزوجتي. أنا عارف أنا لما بقع في ذنب، الدبة بتاعتي سواء كانت بقى الحمار أو الحصان أو أي دب عنده، الدبة بتاعته وزوجته بينكدوا عليه حياته. الدبة ما تسمعش كلامه وهو ماشي مثلا في الطريق، ويروح البيت يلاقي مراته منكدة عليه في البيت. ده واحد فهم المعادلة، فهم إن الذنب هو أصل كل مشكلة، فهم إن التوبة هي أصل كل نجاح وأصل كل تعديل مسار. عمرك في حياتك ما هتعدل مسارك وانت بعيد عن التوبة. توب وارجع لربنا سبحانه وتعالى، سواء كان مسارك دوت دراسيا أو أسريا أو عمليا أو دنيويا. اقسم بالله يا حبيبي، انت مسلم وموحد بالله سبحانه وتعالى، دي رواسخ لازم انت ترسخها جوه قلبك وجوه عقلك وجوه روحك. انا ما ينفعش، انا علشان ابقى موفق في الدنيا انا محتاج الاول اصلح علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. ولو فضلنا نتكلم في النقطة دي مش هنبطل كلام. فاول حاجة علشان تحافظ على صلاة الفجر: كتر توبة وقلل ذنوب. رقم 2، اعمل منبه واوعى لما يرن تعمل الغفوة اللي هي يرن بعد 5 دقايق كمان، لسه شوية نام فإن عليك ليل طويل. لأ، اوعى تعمل غفوة. ودي عن تجربة من أخوك، مفيش مرة اتكيت فيها على الزرار دوت إلا وضاعت عليا صلاة الفجر، لأن 5 دقايق بتجيب ربع ساعة، بتجيب ساعة، بتجيب ساعتين، بتصحى تلاقي الساعة 8 أو الساعة 7. أول ما المنبه يرن دوس إغلاق. أنت وأنت نايم هتحلم وهتخاف لا تروح عليك صلاة الفجر لأن المنبه أنت قفلته مش هيرن كمان شوية، غير لما تعمل الغفوة دي اللي هترن بعد 5 دقايق فتنام براحتك وانت مطمن ان هو كده كده هيرن بعد 5 دقايق. فاعمل منبه وما تضغطش على الغفوة، اضغط اغلاق المنبه اول ما يرن على طول. رقم 3، اول ما تقوم من النوم قول دعاء الاستيقاظ: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. سن عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلي الشيطان يحل عن قفاك شوية، اصل هو بيبقى نايم هنا حبيبي. اه والله، فلما انت تقوم بيبدأ يقلق، لما انت تذكر ربنا بيبدأ كده يبرق ويقول ايه ده، في خطر ولا ايه. لما انت تقوم وتقلق وتذكر ربنا وتتوضى هو بقى يحل عن قفاك حرفيا. والله العظيم. وبس كده يا صديقي، دلوقتي انت عرفت فضل صلاة الفجر وعرفت ازاي تقوم لصلاة الفجر. نقطة أخيرة عايز أقولها لك قبل ما امشي: ربنا يوفقك يا رب ومن أول بكرة تبدأ تحافظ على صلاة الفجر، بس اوعى الشيطان يلعب معاك على نقطة ان انت لو بكرة ما صليتش الفجر فالخطة دي فاشلة وانا مش هجربها تاني، لأنه هيضغط عليك أكتر علشان ما تقومش وانت بتنفذ الخطة دي. فحاول مرة واتنين وعشرة ومليون لحد ما تحافظ على صلاة الفجر. أعرف ناس معرفة شخصية جدا كمان ما بدأوش يحافظوا على صلاة الفجر بعد الخطة دي إلا بعد 2 أو 3، وكل يوم بيعملوها. بعد 2 يا صديقي، كل يوم خلال 2 بينام بدري، بيعمل المنبه، بيضغط إغلاق، بيصحى يقول الأذكار، وفي الآخر ينام. ما بيصحاش أصلا وبعد ما قفل المنبه، بس تاني يوم ما مسحش المنبه، خلى المنبه موجود. مرة واتنين وعشرة وألف، اعزم، خلي عندك عزيمة وإصرار: أنا مش ههدى إلا لما حافظ على صلاة الفجر. أنا مش هشيل هعمل بدل المنبه 2، بكرة مصحيح هعمل بدل المنبه 4 منبهات. طيب أنا بدأت أصحى في وقت الشروق قبل الشروق، طيب قوم صلي، قوم صلي وارجع نام في بيتك يا عم. واحدة مع واحدة مع واحدة هتلاقي نفسك بإذن الله بدأت تحافظ على صلاة الفجر إن شاء الله. مستني تعليقاتكم تحت في الكومنتات على أي أسئلة أنتم محتاجين نتناقش فيها، ولو عندكم أي أفكار تانية حابين إننا نستفيد بيها مع بعض وليكوا طبعا الأجر، حطوها تحت في الكومنتات. أنا أسامة البهنسي، بنزل فيديوهات كتير جدا هتفيدك إن شاء الله، وممكن تدخل تبص بصة، اعمل لايك وفولو واشتراك وشير علشان ده بيساعد جدا إن المحتوى يستمر وينتشر كمان. واوعى تنسى يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الدال على الخير كفاعله. يلا أشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.